في صيف 1923 تحديدا في حديقة الأزبكية اتولدت واحدة من أعظم قصص العشاق، في اللحظة اللي قرر فيها كيوبيد يرمي سهامه في قلب الشاعر الكبير أحمد رام. السهم وصل الشغاف وافتتن رامي بكوكب الشرق أم كلثوم، وعاش كل عمره ينزف حبها. لكن كيوبيد ما صوبش سهمه باتجاه قلب أم كلثوم، وكانت النتيجة حب من طرف واحد بتونسه الأغاني والقصايد اللي عاشت تطرب أجيال وأجيال. أم كلثوم ما كانتش أول حب في قلب أحمد رامي، لأنه كان بيحب جارته الفرنسية وقت ما كان بيدرس في باريس، وكتب فيها أغنية خايف يكون حبك ليا شفقة عليا. لكن حب الفرنسية ما صمدش بعد المرة الأولى اللي قابل فيها أم كلثوم، وكانت في حفلة الخميس في حديقة الأزبكية لما اصطحبوا الشيخ أبو العلا محمد عشان يعرفوا على الصوت المبهر اللي لحن له قصيدة رامي الصب تفضحه عيون. الغريب بقى ان شاعرنا اول ما شاف ام كلثوم ما عجبوش شكلها، بسرعه اتغير راي رامي، وبعد ما خلصت ام كلثوم وصلتها الاولى كان منبهر بجمال صوتها وروعه ادائها، ولما دخل يسلم عليها قالت له اهلا بسرامي صاحب الفضيحه. اتخض رامي وسالها فضيحه ايه، فضحكت وقالت له مش قلت الصب تفضحه عيون. ساعتها انبهر اكتر بجمال روحها وذكائها وخفه ظلها. الصب تفضحه عيون، وتنم وجد شؤون. استمرت اللقاءات وكبر الحب، لكنه فضل من طرف واحد. كتب رامي لأم كلثوم 173 أغنية من غير ما ياخد مليم، ولما قالت له انت مجنون عشان ما بتاخدش تمن اغاني، قال لها مجنون بحبي والمجنون ما بياخدش تمن جنونه. ورغم انه حاول يداري شعوره لكنه في النهاية باح بهواه وما قدرش ينكر غرامه، وكان بيقول عن حبه ليها احب ام كلثوم كما احب الهرم، لم المسه ولم اصعد اليه لكني اشعر بعظمته وشموخه. اما هي فلما سألوها قالت بحب فرام الشاعر وليس الرجل. والحقيقة إن كلامها جرحه، فكتب لها عزة جمالك فين من غير زليلي هواك. لما اشتد خصامهم قالت له وسط فرقتها يا ريتني ما شفتك يا شيخ، فغضب رامي جدا وكتب يقول لها من أنت حتى تستبيحي كرامتي، فأهين فيك كرامتي ودموعي. حيرت قلبي ما من أصعب المواقف اللي عدت على رامي لما أم كلثوم حبت الدكتور حسن حفناوي وطلبت منه يكتب لها أغنية للحب يكون فيها تعبير شايف الدنيا حلوة لأنك فيها. وقتها غضب رامي ورفض طلبها وقال لها أنا شايف الدنيا سودة، أشجارها بتلطم وأرضها بتبكي. هجرتك يمكن أنسى هواك وودع وقل
وفضي من الغوا كاسي. بعد جواز أم كلثوم وبعد يأس رامي من حبه، قرر يتجوز من قريبته السيدة عطلة اللي كانت عارفة قصة حبه، وكان صادق معاها وقال لها من البداية إنه بيحب أم كلثوم وملوش في حبها ذنب. ولما كان الناس يقولوا لها رامي بيحب أم كلثوم كانت بترد أنا كمان بحبها. فضل أحمد رامي يحب أم كلثوم، وفضلت صورتها متعلقة في بيته لأكتر من 50 سنة، وفضل الخاتم اللي قادته له مرة في صباعه لآخر أيامه. وبعد سنين من جوازه كتب لها أغنية جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، وما كانتش زوجته تعرف الأغنية، ولما سمعتها بصوت أم كلثوم خصمته وغضبت أمه وقالت له هي حصلت كده يا رامي، انت بقى عندك زوجة وولاد، لكن الحب سلطان مفيش عليه سلطان والعاشق مبتلى. ليه سنة 1975 اتوفت أم كلثوم، فدخل أحمد رامي في حالة اكتئاب شديد، كتب خلالها أعزب الكلمات في رسالة حبيبته، وبعدها كسر الألم وهجر الشعر. طلبوا الرئيس السادات في حفل تأبينها سنة 1976، فراح الحفل وقال في رسائها أعزب ما كتب: ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، صرحا من